سعيد بيه ده طلب رسمي بإعفائي مؤقتا من الخدمة لأن رايح اتطوع في الجيش. ما ينفعش نبقى قاعدين هنا وجيشنا متحاصر في كفر الدوار. أرجوك ما تقوليش لأ. حذاري إنك تعمل كده يا محمود. لو تركت خدمتك هتتقدم لمحاكمة عسكرية وهيتم استعفائك من وظيفتك. في 60 داهية الوظيفة يا فندم، في 60 داهية أي حاجة ولأن ذرة من تراب الوطن تغتصب. طب اقعد، اقعد يا محمود، اتفضل. ومديل لو سمحت سيادتك. حاضر، تشرب حاجة؟ لا مش عايز أشرب حاجة يا فندم، أنا عايز أروح أتطوع. دورك في حماية الناس في القاهرة ما يقلش عن دور أي متطوع في جيش عربي. محمود أرجوك أوزن كلامك بمنتهى الحرص. مش أي حد تسر له باللي بيدور في بالك. هو بقى سر يا فندم؟ حبنا وخوفنا على تراب بلدنا هيبقى سر؟ أنا خايف عليك يا محمود، هتبقى بطولك. مش أغلى من اللي راح يا فندم. ما الشعب واقف بطوله قدام الإنجليز حافي في اسكندرية. الإنجليز خلاص هيتمكنوا. ازاي سيادتك يائس كده واحنا قادرين عليهم لحد دلوقتي في كفر الدوار؟ انا يائس لاني شايف الرشوه والخيانه بدات جوه صفوف الجيش. الوضع بقى شديد الارتباك، محدش عارف مين معانا ومين علينا. في عيون في كل شبر في المحروسه. انت اكيد بلغك منصور الخديوي باعلان عصيان عرابي، ودي اول حاجه. وماله، ما دخديوي خاين كلب بياخد اوامره من جيش الاحتلال. الرد الوحيد والمناسب عزله هو شخصيا وتقديمه للمحاكمه. يا ريت يا محمود، أتمنى. عرابي مش بيحارب الإنجليز لوحده. الأول كان عرابي والجيش والشعب والأعيان والنواب في كفة، والسرايا والإنجليز في كفة. تقل. دلوقتي عرابي والجيش في كفة ومش كله، والأعيان والنواب والأستانة والإنجليز والفرنساويين كمان في كفة. الشعب ده كله إيه؟ الشعب مش كله معايا محمود، الشعب تعب. مش كل الشعب دلوقتي بيأيد عرابي. أنت عايز تقنعني إن أكتر من 300 ألف واحد اتهجروا من بيوتهم ما بيلعنوش اليوم اللي قامت فيه ثورة عرابي وما تقدرش تلوم عليهم؟ أنت ليه طلعت كل ما تكلمني عن اللي باعوه؟ ما تكلمنيش ابدا عن اللي معاه، ما تكلمنيش عن الشهداء اللي راحوا، عن الشعب الحافي اللي ما يحتكمش على سلاح لكن بيدافع بروحه. محمود لازم نبقى عارفين الحقيقه كويس عشان نقدر نتوقع ايه اللي جاي. حلو قوي، خلينا نشوف الحقيقه زي ما انتوا شايفينها. انتوا عايزين البلد تسلم من قبل ما تتهزم. نفتح دراعاتنا للاحتلال الانجليزي. انا ضابط أسلم إن الجيش اتهزم قبل ما يحصل. أنا لو عملت كده طلعت أبقى بخون. أنتوا هتودونا في 60 داهية بكلامكم ده. بتهزمونا وإحنا في أرض المعركة. ماشي يا محمود. أنا مضطر أستأذن. النهارده عيد ميلاد عبد العزيز ابني والعيله كلها متجمعه. ربنا يفرحك بيه. شوفه بيكبر وراسه مرفوعه مش مهزوم. ان شاء الله. مش ناوي انت كمان؟ لا. يا اخي حد يكره يشوف لنفسه عيل من صلبه؟ ان شاء الله لما البلد تتحكم في مصيرها هجيب عيال. ان شاء الله. على اذنك. سيب اللي في ايدك وكل. كفايه بقى يا سيدي شرب. خد دي بس عشان خاطري. ماليش نفس. هتكسب نعمه عشان خاطري يا سيدي. سلم ايديك. انت عامله لي سحر.
أنا يا سيدي؟ أنت إزاي كده؟ إزاي بتفتحي نفسي للأكل وأنا نفسي مسدودة عن الدنيا كلها؟ الحواديت اللي بتقوليها من صغرك دي بتجيبيها منين؟ بتحفظيها امتى؟ بتعرفي منين انا نفسي فيه من غير ما اتكلم؟ ده مش سحر. السحر ده للي روحه وحشة يا سيدي. شايف روحي وحشة؟ يا بنت يا بنت بلاش لوعة. أنا يا بنت شايف روحك وحشة؟ أنت روحك روح البنت، ريحته المليانة ياسمين ريحتك. النور اللي فيه من عينيك، الراحة اللي فيه بين ايديك انت، بقيت بقى عندي انت من يوم ما دخلتي وانت عيالة صغيرة بطفيرة بطفيرة مجدولة على صدرك. من يوم ما وانت عند البيت انا مملوكتك يا سيدي. عارفة انك احلى حاجة في دنيتي. انت كل دنيتي يا سي محمود. نمت يا سيدي؟ بدي أسألك سؤال يا سيدي. سأل أنا. هو أنت بتحبني؟ كلام الفارغ ده، انت ناسي انت ايه؟ انت جارية مرة تانية اسمعك بتقولي الكلام الفارغ ده ارميك في الشارع. نعم. حاضر، عندك حق، كلام فارغ، مش هقول كده تاني.
نعم 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 سألت كل مدورين الكرخانات اللي في وش البركة والواسعة ودرب طيار، ما وراكش عليهم حد بمواصفات نعمة. هتكون راحت فين؟ ما خليتش حتة ما سألتش فيها. أنا مش فاهم يا أخي إيه مزاجك في البت السود اللي قلبالك كيانك دي؟ بتشتري واحدة غيرها؟ سوق الجواري لسه قايم، ما تصدقش كلام الجورنالجية المبطل. شوف لك واحدة أرمنية كده ولا تركية بيضة كده وملوظة ويبان عليها العز، وسيب لنا احنا يا سيدي السود دول على قد حالنا، ولا أقول لك اتكل على الله يا أخي وشوف بنت الحلال واتجوز. مش هتفهمني، جسمي مبقاش طايق جسم ست من ساعة ما مشت. لما كانت موجودة كنت باجي هنا نقي أي واحدة في دول وأخش بيها جوه عشان عارف إنها مستنياني في البيت. دلوقتي مش طايق اخش البيت وهي مش فيه، ولا طايق اروح الشغل والانجليز فيه ولازم اديهم التحيه العسكريه، اجي الكرخانه الاقيهم برضه ولاد الكلب محتلينها. محمود بسالك سؤال، افرض انت دلوقتي لقيتها هتعمل ايه؟ هتعتقها وتتجوزها؟ محمود الضابط المحترم ابن الاصول هيتجوز جاريه مغلوبه من بلاد الافريق؟ سيبك. ارفع يا بنت انتوا، هي اللي يشبخ ده عشان سي محمود افندي يشوف وشوشكم. بص يا سي محمود، كل واحده فيهم خبر اقلها سنتين، خدمه في بيوت ناس اكابر، ما يتخيلوش عن حضرتك كده، ومن حيث الامانه فدي في رقبتي، زينهم سمعته طول عمرها زي البرلاند، والامانه دي اهم حاجه في شغلتني. اسمك يا ست؟ عزيزه يا سعاده البيت. متوكل يا سي محمود افندي؟ ما تطل طله تاني كده ولا حاجه؟
اتفضلي استلمي شغلك يا ست عزيزة. تؤمر يا سيدي. لا مؤاخذة، اسمك كريم ايه؟ محمود. ازيك يا محمود؟ اهلا يا فندم، اتفضل. خير يا فندم. مش ينفع استدعيك لمكتبي. هنا أأمن. أنت بقيت واحد من الظباط المطلوب التحقيق معاه. ده بسبب انتمائك لعرابي. أنت وظباط كتير غيرك. في حاجة مش مفهومة يا فندم. حتماً في حد بيبلغ عننا. أنت ظابط يا محمود. مش محتاج حد يبلغ عنك. هما عارفين انتماء كل واحد فينا. طيب، أنا انتمائي للوطن. إذا كانت دي تهمة تستدعي التحقيق أنا مستعد. أنت مش مستعد على الإطلاق. أنت عندك مصيبة في ملفك ولازم تلاقي لها حل، وإلا عقابك هيكون عسير. مصيبة إيه يا فندم؟ مأمور اسم اللبان بيقدم فيك شكوى. والبال الطلياني ده يقدم فيها شكوى بتاعي. يقول إنك تغيبت يومين عن العمل، وإنك كنت مقصر في أداء واجبك المهني، وعنده شك إنك كنت بتساعد العصاه زي ما وصفه. ده غير إنك افتعلت مشكلة مع بعض البدو. محمود، أنا عايز أعرف أنت هتقول إيه في التحيات لما يجي دورك؟ هقول إيه؟ هقول الحقيقة. اللي هي؟ إن الكلام ده كله كده. أنا عمري ما قصرت في أداء واجبي. وغريب إنه ما يذكرش في الشكوى كل اللي أنا قلته. إن دول كانوا بلطجية بينهبوا ويحرقوا المحلات. اضطرينا نهجم عليهم. صابوني في كتفي. وصابوا طلعت أكتر من إصابة. وكبيرهم اعترف بعظمة لسانه. بيحرق البلد وبينهب المحلات. بأمر من عمر باشا لطفي محافظ اسكندريه وقتها. محمود، انت عارف عمر باشا لطفي يعني ايه دلوقتي؟ يعني نظر الجهاديه. الوضع كله اتغير. ما ينفعش تقول الحقيقه. امال سيادتك منتظر مني اقول ايه؟ ما تذكرش عمر باشا لطفي. ما تذكرش اي حاجه. تنكر. انكر؟ ايوه. تنكر كل اللي مكتوب في الشكوى. تقول انك ما بتعرفش لغه البدو، واي اتهام يوجه ليك تقول ما حصلش. محمود، انت عارف انهم بداوا يقبضوا على ناس قادلهم مده؟ اه عارف. ولما انت عارف بتكابر ليه؟ من ستر ربنا ان هم ما جوش فتشوا بيتك لغايه دلوقتي. انت عارف ان هم بيقبضوا على اي حد ليه علاقه من قريب او من بعيد بعرابي؟ قابضين لغاية دلوقتي على أكتر من 30,000 من اللي اشتركوا في الثورة، وده لمجرد إن هم اشتركوا. أنت بقى ظابط، يعني محاكمة عسكرية. أرجوك يا محمود، قدر خطورة الموقف. أنا مقدر يا فندم، بس اللي بتطلبه مني ده مش حلول، ده تخاذل. أهو التخاذل ده هو الوسيلة الوحيدة اللي ممكن تنقذ بيها نفسك. يعني إيه يا فندم؟ أنا ومن بعد الطوفان؟ للأسف أيوه. وإلا الطوفان هيقضي عليك. الأمر خلاص منتهي. الإنجليز على أرض محروسة، والناس بيتقبض عليها، وبيوت الظباط بتتفتش. أرجوك يا محمود، لو عندك حاجة في البيت دينك حاول تتخلص منها، وإلا هتلاقي نفسك مشنوق. مش وقت التضحية يا محمود. التضحية الوحيدة اللي ممكن تعملها إنك تنقذ نفسك. إنكم معاشر المصريين قد نشأتم في الاستعباد، وربيتم في حجر الاستبداد، وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة. وأنتم صامتون، صابرون، بل رادون. فلو كان في عروقكم دم فيه كريات حيوية، وفي رؤوسكم أعصاب تتأثر فتثير النخوة والحمية، لما رضيتم بهذا الذل وهذه المسكنة.
انظروا أهرام مصر وهياكل منفيس وآثار طيبة. أيها المصريون، لا حياكم الله ولا بياكم ما دمتم تعيشون كالسائمة تأكل من حشائش الأرض وتقبلون أيديكم المتشققة ظهرا لبطن. أيها المصريون، شموا رائحة أجسادكم، إنها نتنة، ونيل الله يجري بأرضكم. استمعوا إلى أنين أمعائكم، وواديكم يملأه الخير. لعن الله من يقعد متفرجا ملوما محصورا، لعن الله من لا يتبعنا، لعن الله من منع عن نفسه أطايب الطعام وهي حل له، لعن الله من يكره الحرية، لعن الله من يكره الحرية. صاغ مراد فهمي، يوسف باشي محمد الشنواني. واللي شفت انهم كانوا بيساعدوا معانا في اجلاء الاهالي وحفظ الامن داخل البلاد. هل سمعت انه احمد عربي هو الذي امر بحرق الاسكندريه ليتسلمها الانجليز خاليه؟ ما حصلش. وهل بلغك المرسوم السلطاني بتوصيف احمد عربي وزمرته كمجموعة من الغصة؟ أيوة. وما رأيك؟ رأيي أن أحمد عرابي باشا ومن معه رجال وطنيين بذلوا الغالي والنفيس من أجل حماية تراب هذا الوطن ضد أي خاين، وهذا لا يجعلهم أبدا عصاة. يمكنك الانصراف إن كنت تقدر. اسرف الفندية اللي برا وبلغهم إننا استأنا في التحقيقات غدا، وشدد عليهم بيجوا لمواعيدهم مظبوط. أوامر سيادتك. خير. عايزك ضروري. هتتكلم يا طلعت. كل الضباط اللي اتحقق معاهم الصبح تم اعفائهم من الخدمه. ومراده اللي زيه تحول لمحاكمه عسكريه. مش بعيد عقوبتهم توصل للاعدام بتهمه الخيانه. وانت عرفت ازاي؟ ليه مصادر بلغوني؟ وليه انت بالخصوص عندك مصادر دوننا عندنا كلنا؟ مش وقته يا محمود، مش وقته. احمد ربنا ان احنا عرفنا عشان نعرف نتصرف. انت عايزنا نتصرف ازاي يا طلعت؟ احنا بكره هيتحقق معانا. لو قبل سابع ما كناش متأكدين من اللي عايزين نقوله، فده لأننا ما كناش نعرف نتيجة الاعتراف بالحقيقة. بس دلوقتي احنا عارفين النتيجة. زمايلنا بيتحاكموا عسكريا. وانت جاي تخوفني؟ أنا فعلا خايف. عليك وعليا. لو ما قلناش إن عربي عاصي، جايز نتعدم. يا جوز، بس يعني بقولنا الحقيقة. الحقيقة تستاهل تتقال.
هل لو قلنا الحقيقة في حاجة هتتغير؟ هل عرابي هيرجع؟ هل الثورة هتنجح؟ يبقى اسمه انتحار يا محمود. ما احنا كده بننتحر. لأن كل اللي آمنا بيه مش هيحصل. احنا كده بنسلم نفسنا من غير تمن. تمام. واحنا المفروض نعمل ايه يا طلعت؟ نخون؟ لو انت طلعت جاي لي عشان ابقى يوسف خنفس؟ ابقى خنفس واخون الحاجه الوحيده اللي امنت بيها في حياتي. خنفس اللي باع زمايله وتسبب في موته. ابقى خنفس اللي خان جيشنا وتسبب في هزيمتنا. ابقى خنفس واقول عرابي خاين والثوره هوجة والصوارخه وانا احرقوهم. ليه خنفس ابن الكلب اللي تسبب في هزيمتنا يعيش، وعبيد اللي اتصهر تحت مدفعه من سخونته يموت وهو بيدافع عن وطنه؟ ليه يا طلعت؟ ليه امثال خنفس ده يعيشوا وعبيد هو اللي يموت؟ لو كنت مت زي عبيد كنت اتمنى ابقى مت بسبب، بس صدقني دلوقتي لو قلنا الحقيقه هنموت من غير سبب. هتبقى مبسوط لما ابنك يكبر ويسالك ليه ما شفتوش بالحق؟ لا طبعا. بس هبقى مبسوط لو شفته بيكبر قدام عينيا وربيته زي ما انا عايز. انا فعلا خايف عليك وعليا. ثوره عرابي خلاص فشلت. مش عايز اسمعك يا طلعت. انتهت. مش عايز اسمعك. وكل اللي كانوا مع عرابي بقى اسمهم خونه. مش عايز اسمعك يا اخي. والانجليز خلاص دخلوا البلد، وكل اللي كنا بنحلم بيه انا وانت خلاص انتهى. مش عايز اسمعك يا طلعت. ده الواقع. مبقاش اسمها ثورة عرابي. مش عايز اسمعك. بقى اسمها هوجة. بقول لك مش عايز اسمعك. هوجة. مش عايز اسمعك. مش عايز اسمعك. أنا ما عنديش حاجة تانية أقولها. أسأل نفسي طول الوقت عن الخيانة. سألت نفسي كثيرا، لماذا خان البشوات والكبار الذين يملكون كل شيء؟ ولماذا يدفع الصغار دائما الثمن؟ يموتون في الحرب ويسجنون في الهزيمة، بينما يظل الكبار أحرارا وكبارا. وسألت نفسي، ولماذا يخون الصغار أيضا؟ لماذا نخون؟ صباح طلعت مأمون. أفندم. صباح محمود عبد الظاهر. أفندم. يبدأ التهيئ. هل رأيت أثناء هرك الإسكندرية أفراد من الجنود يعزيون النبابيت على الأهالي ويحرضوهم على كسر المحلات ونحبها؟ إطلاقا، على العكس، أفراد الجيش كانوا بيلقوا القبض على هؤلاء المخربين البلطجية ويعدومهم فورا، وأنا قلت ده في التحقيق الأول.
معلوم معلوم. نفهم من ذلك أنك تعيد أفعال الجنود العصاة وتدافع عنهم. أنا لا أدافع عن عصاة. هضرب بالطلات. لقد أرسل سيد مأمور بقسم اللبان برقية مفادها أنه حضرت ضابط محمود قد اشتبك دون داعي مع بعض البدو مما أدى إلى إلحاق إصابات خطيرة بهم، كما أنه تغيب عن أداء أعماله ليومين متتاليين بعد هذه الحادثة في وقت اشتعال حرائق بالمنشية. ما قولك؟ حصل. كنا في الدورية لما لمح محمود بعض البدو المسلمين، أطلق عليهم النار وهم بدورهم أطلقوا علينا النار، وكانت نتيجة تهوره إصابتي بعدة طلقات. دخلت على إسرائيل في غيبوبة لمدة يومين في المستشفى زي ما الحكمة أخبروني. يعني العلم لديك إذا كان تغيب عن عمله أم لا؟ لا يا فندم، لا علم لدي. هل سمعت منه يفيد تأييده للعربيين العصاة؟ الحقيقة يا فندم لم أسمع منه ما يفيد تأييده للعربيين أو تأييده لحضر الجناب الخديوي. ما علمت عما قام بسعادة محافظ الإسكندرية عمر باشا لطفي إثناء فتنة 11 من يوليو؟ علمت أنه أرسل بلوكات الشرطة لقمع الفتنة، لكنك في التحقيق الأول ذكرت أنه البدو أخبرك غير ذلك. صحيح، لأني لم أفهم لغتهم. حضرتك عارف أن لغتهم مختلفة عن لغة أهل المحروس. سيد طلعت، كيف ترى أحمد عربي؟ عاصي وزمرته؟ مجموعة من العصاة مخربين العملاء الخارجين عن القانون. والثورة كيف تراها؟ لم تكن ثورة، بل كانت هوجة أضرت بالبلد ومصلحتها، تسببت في تفكك الشعب. وأنت يا سيد محمود كيف ترى أحمد عربي وزمرته؟ عصا أو وطنيين؟ ليس عصا. ليس عصا؟ تكلم سيد محمود. بل أسوأ، مجموعة من المخربين البغاء أضروا بمصلحة البلاد. هل تريد أن تضيف شيئا؟ يمكنكما الانصراف.
أنا مش ممرور لأنه ترقيتي اتوقفت. طز. وأنا متضايق إن طلعة تترقى وراح اسكندرية. مفرقش معايا. ممرور عشان ممرور من نفسي. أنا ظابط مذنب. مراقب لحين التأكد من حسن سيري وسلوكي. أيوة بس ده بديهي يا محمود. لأنهم ما صدقوش إنك خايف. بس أنا خنت. لا يا محمود. أنت ما خنتش. أنت خفت. وأنا خفت. كلنا خفنا. يا ريتك يا أخي عرفت تخون. أنا طلعت أقذر حتى من الإنجليز نفسهم. كفاية محمود انت شربت كتير. كفاية يا راجل. انت فاكرني سكران ولا ايه؟ الخمرة مش هتعمل فيها اللي انت وطلعت عملتوه فيه. انت حولتوني نص بني ادم. نص وطني ونص خاين. نص شجاع نص جبان. خليتوني كرهت نفسي ليه؟ عشان خايفين من دول؟ الإنجليز دول وطنيين يستاهلوا إن أنا أعظم لهم. لا سعيد لازم أعظم. يا محمود لازم لازم أعظم. ويلكم تو إيجيبت. ويلكم. إيجيبت إز يورز. I am yours. محمود! قوم معايا. وتقول لي ما خنتش. مشيني من هنا. طب قوم معايا. قوم. الله هو الله.